تفرجتوا معنا كانت مسابقة ديال جويد القرآن الكريم في دورتها الأولى اللي انضمتها المؤسسة ديالنا من روكو ميديا نيوز الإعلامية على الصعيد مدى أكادير، اللي شاركوا فيها أزيد من 8 مدارس على الصعيد الإقليمي، اللي وشارك فيها كذلك أزيد من 180 مشارك ومشاركة. هذا الحفل قمنا بتتويج ثلاثة من الفائزين. الرتبة الأولى لهذه السنة كانت من نصيب تلميذ ملوك عن مدرسة تمارت بأورين. كمشتوا معنا أنه هذا اللقاء كان لقاء روحاني، وكان لقاء فيه التقى فيه الآباء بأبنائهم، وكان لنا شرف أن ننظم هذه المسابقة على أمل إن شاء الله أن نلتقي بكم في النسخة إن شاء الله السنة المقبلة رمضان المقبل إن شاء الله. وشكرا. الصورة الجميلة ونحن في العشر الأواخر من رمضان.